بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه قراءة لكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وبإسناده رحمه الله تعالى إلى الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. بسم الله. سماك بن حرب عن جابر بن سمرة حسبك الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه قراءة في الشمائل المحمدية للحافظ الترمذي أبي عيسى محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله. والسائب ابن يزيد أيها الكرام الفضلاء، هذا من صغار الصحابة وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان فيه وجع، إن ابني هذا واجع، يعني به وجع، يعني به مرض. وهذا فيه أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ما فيه من بركته ومن قراءته عليهم، وهذا فيه جواز الرقية، وفيه جواز الرقية. والسائب بن يزيد ولد سنة 3 من الهجرة، يعني لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 8 سنين، لذلك هو يعد في صغار الصحابة، وأدرك حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 7 سنين، وعمره سبع سنين رضي الله عنه وأرضاه. والسائب هذا ابن يزيد سبحان الله يقول لك: النبي مسح رأسه فما أصابها الشيب أبدا، فمن مقدم رأسه إلى هامته الشعر أسود، سبحان الله، وبقية لحية رأسه أبيض. تأملتم؟ يقول: مر بي النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: من أنت؟ قلت: سائب بن يزيد، فمسح رأسي فلا يبيض موضع يده أبدا، سبحان الله، يعني مقدم الرأس سبحان الله أسود، بينما بقية الرأس واللحية بيضاء، لأنه طبعا مات سنة 91 هجرية، يعني عمر طويلا، يعني عاش 88 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وله حظ من الرواية، ولما جيء به للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو وجع، وقرا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له وقال: رأيت الخاتم، خاتم النبوة. وخاتم النبوة عبارة عن غدة ناغضة، حمر معنا في تفصيلاتها، إلى الجهة الشمال من كتف النبي عليه الصلاة والسلام، وأتم التسليم. هنا قال: مثل زر الحجلة، الحاء المهملة والجيم الموحدة التحتانية واللام والتاء. وهذا جاء في وصف خاتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جاء هذا التعبير. والحجلة طائر معروف، وزرها يعني بيضها، يعني خاتم النبوة بيكون مثل بيضة الحمامة،
هذا معنى الحديث مثل بيضة الحمامة، سيتغير حجمها معنا في الأحاديث، وسنذكر لماذا هذه الروايات ولماذا هذا التغير. إذن الزر هو البيضة والحجرة، طائر معروف، يعني أول حديث معانا الآن مثل بيضة هذا الطائر، أو قيل مثل بيضة النعامة، أو قيل مثل البندقة، كل هذا معنى زر إيش؟ زر الحجلة. نعم. وعن جابر ابن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. حسبك. نعم. وعن عاصم حسبك. جابر ابن سمرة أيها الكرام الفضلاء هو صحابي أيضا، صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو جابر بن سمرة ابن عمرو بن جندب، ابن عمرو بن جندب، وأيضا هو روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث من روايته، وهذا الحديث من روايته، وأيضا توفي سنة 66 أيام فتنة المختار الثقفي، يروي هذا الحديث، فيقول إن خاتم النبوة مثل الغدة، مثل بيضة الحمامة، هنا حتكون أكبر قليلا من زر الحجلة، وهو عبارة عن غدة. الغدة نوعان: غدة مرضية أيها الكرام الفضلاء، وهي التي تكون عبارة عن التهاب يكون في الجلد ويتجمع فيه من الدماء أو الصديد، والنوع الثاني اللي هي الغدة الطبيعية التي تخرج في جسد الإنسان وليست من المرض، وهذه هي التي هي عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي تكون عبارة عن يونت بادي يونت، عبارة عن جسم بيكون فيها مجموعة من السيلز، مجموعة من الخلايا. نعم تفضل. صلى الله عليه. وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. نعم. حسبك عاصم ابن عمرو ابن قتادة، ونحن قلنا كل قاف وتاء مثناء فوقانية ودال مهملة وتاء مربوطة إنما هي قتادة، وليس كما يكثر على ألسنتنا البعض يقول قتادة، لا. طيب، وعاصم ابن عمرو ابن قتادة هو تابعي وليس صحابيا، هو تابع يروي عن صحابية، وهو في الطبقة الرابعة من التابعين، وهو سبحان الله ثقة عالم بالمغازي. توفي سنة 120 هجرية في خلافة هشام بن عبد الملك، وسبحان الله ليس له عقب كما نقل ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى، لكن أجمل عقب له هو تلك الأحاديث التي نحن نقرأها الآن ونترضى ونترحم عليه رحمه الله. أرأيتم يا أخواني، ليس شرط الإنسان يكون له عقب، مرات الإنسان طبعا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن أحيانا عياذا بالله يكون لك عقب سوء، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لكن كما الخطيب البغدادي ما عنده ذرية، عقيم. النووي ما تزوج، وأنا أريد من الشباب طلبة العلم الله يرضى على الجميع جمعوا لنا مادة كده في العلماء والرواة الذين لم يعقبوا والذين لم يتزوجوا، الرتاج في من لم يعقب من الأصحاب. خذ كتاب سير أعلام النبلاء كمثال، أنت وماشي تقرأ في سير أعلام النبلاء
كل ما تمشي تقرأ أول ما تلقى في واحد لم يعقب تحطه معاهم، واحد تزوج لكن لم يعقب تحطه معاهم، واحد لم يتزوج تضعه مثل النووي، مثل ما هو معانا الآن عاص بن عمرو بن قتادة. نعم، وهذا فيه أيضا أن غدة أن خاتم النبوة كان واضح يراه، كان واضح يراه الناس، وهذا فيه جواز نظر المرأة إلى الرجل من غير شهوة، جواز نظر المرأة إلى الرجل من غير شهوة عند الضرورة، عند الضرورة وليس على الإطلاق. وإلا فالأصل أن المرأة والرجل، المرأة لا تنظر للرجل والرجل ينظر للمرأة بدلالة القرآن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لكن عند الضرورة. نعم. الأمر الثاني من القواعد المقررة أن حال النبي مع النساء عليه الصلاة والسلام ليس كحالنا مع النساء، ليس كحالنا مع 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 النساء. نعم. وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. بين كتفيه خاتم النبوة، يعني خاتم النبوة اللي هو العلامة، وهو خاتم النبيين منزلة، خاتم النبوة العلامة وخاتم النبيين منزلة، منزلة كما دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. ومن زعم أنه نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كفر عياذا بالله، ومن زعم أنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، هو خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. وعن أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله هكذا عليه وسلم هكذا قال. وعن أبو زيد قال حدثنا عزرة ابن ثابت قال حدثني علباء ابن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري نعم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ادن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. نعم، هذا وصف آخر، وهذا طبعا عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري، عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري، وهو من صغار الصحابة أيضا، وغزا مع النبي 13 غزوة ونزل البصرة، وله فيها مسجد باسمه، وتوفي 71 في خلافة عبد الملك بن مروان، في خلافة عبد الملك ابن مروان، وهو جد عزرة ابن ثابت المحدث، وهو جد عزرة ابن ثابت المحدث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، دعالوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم جمله. إيش القصة؟ ابن حبان يروي عن عمرو بن أخطب الأنصاري قال استسقى رسول الله فأتيت عليه الصلاة والسلام بإناء فيه ماء فرأيت فيه شعرة فرفعتها فناولته، فنظر إلي رسول الله وقال عليه الصلاة والسلام اللهم جمل. قال يعني أنا مديت الماء وجدت فيه شعرة في داخل الماء فشلتها ورميتها. شوف النبي لم يستقذر عليه الصلاة والسلام، شوف التواضع، شرب وقال اللهم جمله. يقول أبو نهيك كلام الجميل، يقول فرأيته وهو ابن 93 سنة فما رأيت في رأسه ولا لحيته شعرة بيضاء. لا إله إلا، شيء عجيب سبحان الله. يعني احنا يعني الكلام مع الصحابة والكلام مع هذا والكلام مع هذا الكتاب الماتع أيها الكرام الفضلاء الذي نحن فيه، يعني تجد شيء عجيب سبحان الله، وانت تتحرك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وتتأمل كده شكل خاتم النبوة سبحان الله.
وهذه بدأ معانا كزر الحجلة، ثم بعد ذلك سبحان الله كبيضة الحمامة، ثم بعد ذلك غدة ناغضة، ثم بعد ذلك حولها شعرات، وبعدين حيأتي معنا حولها ثأليل. قال أهل العلم: وهذا بتغير الفصول، ففي الصيف لها، وفي الشتاء لها، وفي الربيع وفي الخريف تغير الفصول. سبحان الله، مع تغير الفصول تتغير هذه الغدة، فتكبر أحيانا وتصغر أحيانا وتصغر أحيانا أخرى. نعم، تفضل. وبإسناده رحمه الله تعالى إلى عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهودي فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما، على أن يغرس له نخلة فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. استمر. وعن أبي نظرة، نعم شيخ، استمر، تفضل، أكمل. وعن أبي نظرة العوقي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. باء 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 بضعة بالفتح بالفتح كان في ظهره كان في ظهره بضعة ناشزة. هذه الكلمة الباء الموحدة التحتانية والضاد والعين المهملة فيها التثليث، فإذا فتحت لها معنى، أعني الباء، وإذا كسرت لها معنى، وإذا ضمت لها معنى، وكلها عليها الدليل. البضعة، قال النبي: فاطمة بضعة مني، يعني قطعة لحم مني. فلبث في السجن بضعة بالكسر من 3-9، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الفرج والجماع الحلال. تفضل. نعم. وعن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان. الجمع اللي هو قبضة اليد. نعم، أحسن الله لكم. كأنها تآليل. فرجعت حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الآن عليه الصلاة والسلام، أنتم الآن في هذا الباب، أنا أريدكم أن تستخرجوا لي فائدة واحدة، ما أبغى غير فائدة واحدة بس من هذا الباب، غير الفوائد اللي احنا ذكرناها. فائدة في الرواة، ماذا استفدتم من رواة أحاديث هذا الباب؟ معظمهم صغار يا شيخ. يا سلام، بيض الله وجهك يا ابو نايف والجماعة والشباب كلهم،
وجوههم بيضة إن شاء الله. يا سلام. طب هذا يدل على إيش؟ هذا يدل على إيش؟ يعني كلهم صغار فعلا، أبو من صغار الصحابة اللي عمره 5 سنين 6 سنين 7، هذا يدل على إيش؟ ذكاء يا شيخ، ذكاء، حملهم للعلم. يا سلام، عشان كده الآن ابنك هذا الله يرضى عليك، ابنك هذا أمانة في عنقك، سيسألك الله عز وجل عنها. ما تقعد تعطيه الجوال تقول فكنا من دوشته، ويقعد مع الجوال فينشأ ناشئ الفتيان منا على ما ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يا أخي جيب له شيء ينتفع به، يعطيه جوال لكن يكون فيه قرآن. إحدى النساء في مكة يا إخواني ابنها ختم القرآن عمره 5 سنين، قالوا كيف؟ قال كنت وأنا حامل فيه أسمعه القرآن، أسمعه القرآن وهو حمل في بطن أمه، يستجيب في ريسبونس، امبيريو ريسبونس، وهو طفل يستجيب في داخل بطن أمه. كلهم دول 4 5 6 سنوات. هذا عبد الله بن سرجس، هذا من صغار الصحابة ومن رواة الحديث النبوي من بني مخزوم، نزل البصرة توفي سنة 71 في خلافة عبد الملك ابن مروان. سبحان الله، يعني هذا الصحابي الجليل. وأيضا من فوائد ذلك التواضع اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام، ما يطرد الأطفال ويمشيهم، ما يطردهم. يعني هذا يقول لك عبد الله بن سرجس هذا في الحديث اللي هو رواه الإمام أحمد في المسند، يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأكلت معه من طعامي، فقلت غفر الله لك يا رسول الله، قال أستغفر لك؟ قال شعبة، أو قال له رجل، قال نعم ولكم، وقرأ واستغفر لذنبك وللمؤمن. شوف حتى عنده الدليل، هو طفل صغير يعرف يستدل. الآن أبناؤنا ماذا يستدلون؟ الأولاد عندنا أذكياء ليسوا أغبياء، فتريده يستدل بالألفاظ اللي يقولها أبوه، ويستدل بأغاني طيور الجنة والتوم وجيري اللي جالس 24 ساعة يسمعها، والموسيقى إلى غير ذلك. فنقول يا أخواني الأولاد هؤلاء كنز لنا، يعني our sons and daughters are treasures، هادول كنز لينا يا مشايخ، هادو الكنز لنا، كنز لنا. شوف كيف التربية، النبي كان مربيا وكان نبيا وكان قائدا عليه الصلاة والسلام، وكان زوجا، هو البحر أيما يممته، فالجود ساحله والكرم له باب عليه الصلاة والسلام. فمن أي باب تيجي إنك أنت تصل إليه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تجد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني كما قال الشاعر، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، فلجته المعروف والجود ساحله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك أخرج هؤلاء السادات الذين ملأوا الدنيا علما، وملأوا الدنيا نورا، وملأوا الدنيا خيرا، وملأوا الدنيا برا. سبحان الله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولم لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ما قال قط إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤهم نعم. سبحان الله، هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم وفقنا لكل خير، وأعنا على كل بر، ونجينا من كل سوء وشر. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا، واجعله مجلسا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسيء الأسقام ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف عنا هذه الغمة وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين، وردنا إلى بيوتك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى بيوتك ردا جميلا،
أجب دعاءنا واغفر رجاءنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وشكر نعمتك وحسن عبادتك وقلبا سليما ولسانا صادقا. ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم نسألك من خير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كلهم عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وما قضيت لنا من قضاء فاجعله خيرا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ارحم أمهاتنا وآباءنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحم أم أبي فؤاد يا رب العالمين وأمهات والأمهات الموتى جميعا لنا يا رب العالمين ارحم الرحيم. وارحم آباءنا الأموات منهم والأحياء يا رب العالمين. من كان منهم حيا أطل عمره على الطاعة ومن كان منهم ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. اللهم يا من أصلح الصالحين أصلحنا وذرياتنا كما أصلحت الصالحين. اللهم يا من أصلح الصالحين أصلحنا وذرياتنا كما أصلحت الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل ما تعلمنا وما علمنا وما نشرنا وما بثثنا حجة لنا لا حجة لنا. اللهم اجعل ما اللهم اجعل ما تعلمنا وما علمنا حجة لنا لا حجة علينا لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمع. اللهم إنا نعوذ تم الكلام ربنا المحمود له المكارم والعلى والي ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لحقونا ورفعوا آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.